الإنسان من غزة وهاي آخر المستشفيات. إحنا لسه أحياء، الساعة الآن 5 مساء، وخلال 24 ساعة الماضية كان في أكثر من 320 شهيد، أكثر من 120 منهم أطفال، أكثر من 80 منهم نساء، والباقي عزل ومدنيين، منهم من كان أصلا متوجه للمناطق اللي انحكى إن الناس لازم تلجأ إلها، اللي في مناطق جنوب الوادي على الخط الآمن. وهذه واحدة من المجازر اللي صارت امبارح أثناء قصفهم وهم قاعدين بيخلوا. الإخلاء صار بعد تحذيرات بقصف بيوتهم لو كانوا موجودين، وإنهم لازم يخلوا من المناطق الشمالية للمناطق الجنوبية. أما بالنسبة لليوم ففي أكثر من 4 أو 5 مجازر صارت في مناطق متفرقة من غزة، في مخيم البريش، في مخيم الشاطئ، في منطقة دير البلح، في خان يونس، وفي كمان حي الفالوجة في جباليا أو قريب من مخيم جباليا. اللي بصير إنه الناس عمالها قاعدة تهرب تشرد من الأماكن الشمالية في قطاع غزة إلى مستشفى الشفاء، عشان هيك بنلاقي مستشفى الشفاء متكدس. آلاف الناس، ما كان مئات الآلاف، هذول الناس ما في عندهم أكل، ما في عندهم شرب، ما في عندهم أي بطانيات، ما في عندهم أي حاجيات تماما. بل الموضوع بيزود الحمل على كاهل الكوادر الطبية علشان تقدر توفر كل الحاجيات المرحلة هاي والقصف العنيف اللي بصير في قطاع غزة.